يمكن يا فندم زي ما حضرتك ذكرت ان هو كان فعلا اختيار موفق عنوان المؤتمر هذا العام، لاننا لو تحدثنا عن التنمية المستدامة او حتى عن المشروعات العملاقة فاكبر مثال وتطبيق لذلك هو مشروع قناة السويس الجديد. بالتأكيد، واحنا يعني جايز ده هو السبب الرئيسي لاختيارنا، لان احنا فعلا المشروعات العملاقة ده شيء مهم جدا، واحنا شايفين قد ايه مجهود كبير بيبذل، لكن اهم حاجة بقى استدامة هذه المشروعات واستدامة العوائد منها واستدامة توظيف الشباب واستدامة التطوير نفسه، فكل دي حاجات كتير جدا، وده فكر كبير ولابد ان نستفيد من خبرات العالمية. عشان كده كانت دعوتنا لعلماء كبار العلماء في العالم انهم ييجوا ويشاركونا برؤيتهم وقصص نجاحهم في الدنمارك، في مارسيليا، في اكتر من مكان، في كندا، وييجوا يشاركونا هذه الرؤى حتى نستطيع نطلع بتوصيات تتحط قدام الحكومات والدول عشان خاطر التنفيذ في المستقبل ان شاء الله. مثل هذه المؤتمرات مثل هذه المؤتمرات والاتفاقيات التي تعقد على هامشها هو الذي جعل الأكاديمية ليست دارا للدراسة والأكاديمية الدراسية فقط، ولكنها جعلتها مركزا بحثيا دوليا. ده صحيح، احنا يعني برضو يعني المعرض اللي احنا موجودين بصوته دوت كل عمداء الكليات موجودين مع الشركات، موجودين مع الكيانات المشاركة، عشان خاطر فعلا ازاي نخلي الشركات دي تندمج مع الأكاديمية مع التعليم، بحيث تدريب للطلبة، تعليم تطبيقي للطلبة، لان خلي بالك كل اسماء الكليات في الأكاديمية ارتبط بكلمة تكنولوجيا، حتى كلية الإدارة، الإدارة والتكنولوجيا، فده كله بيخلينا فعلا حريصين ان احنا ندمج مجتمع الأعمال. شوفي الشراكة الكبيرة اللي بين الأكاديمية وبين غرف التجارة والصناعة في مصر، فإحنا مهتمين جدا فعلا بالعلوم التطبيقية، مهتمين إن إحنا نخدم المجتمع، مش فقط تعليم نظري في قاعات المحاضرات وقاعات الدرس، لأ إحنا بنأمل فعلا إن إحنا نقدم خدمة تعليمية متميزة تبني أجيال قادرة على التطبيق وليس أجيال بتعلمها نظري لا تستطيع أن تفيد في سوق العمل. بدليل يا فندم إن كل القيادات البحرية العربية الموجودة النهاردة كلها خريجة الأكاديمية. ده شيء بنفتخر بيه، زي ما إحنا شايفين مينا جدة عربي أكاديمية عربية، ميناء الدمام أكاديمية عربية، بورسودان، طرابلس، يعني مش عايز أعد كل المواني. لو رحنا إمارات شفنا دبي، شفنا أبو ظبي، لو شفنا شركات الصناعة الترسانات البحرية هتلاقي كل دول دارسين فعلا في الأكاديمية، هم سفراء لينا بنفتخر بيهم ونعتز بيهم، حتى شركات الملاحة زي ريتسي وغيره كلهم خريجي أكاديمية.